السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب روكيت ليج. اليوم 1v1 نلعب روكيت ليج. يلا بدينا. شوف هذا أول حاجة هدف. هذا ما يعرف يلعب اللي ضدي، ما يعرف أبدا، ما يعرف يلعب. بعد الكرة كذا خليها بعيد. ايوه كذا. خلاص هدف. خلاص لا مو هدف. لا كيف كذا؟ كانت هدف لو لفيتها. الان هدف. يا اخي قلت لكم انه هدف. انا توقعتي صح 100%. ونبو اليوم مطقم، ميكروفون احمر، تيشيرت احمر، يد حمراء. لا بيسجل. يلا هذا خلاص، هذه هدف. هذه حتى لو انا مرة بعيد بتكون هدف، يعني انا اسطورة روكت ليج. ليش سويت انا؟ هذا كيف صدمني؟ اخرب. الهدف الثاني. لا هذا قوي، هذا دفاع مرة اسطوري، دفاع اسطوري زي هذاك الكمبيوتر اللي لعبت معاه، ما هو اونلاين لما نزلت الفيديو اللي قبل هذا. خلاص هدف، يا بدون ما المسها، لمسة خفيفة. شوف اللمسة الخفيفة كذا. اوه يلا بس خلاص محترف روكت ليج. خلاص من اليوم سموني محترف روكت ليج. ايش فيه؟ حتى العنوان الفيديو بيكون محترف روكت ليج. طيب أسطورة روكت ليج او محترف؟ لا محترف روكت ليج. فين الكورة؟ ايوه هنا. الهدف الثالث. لا يا اخي انا ما اعرف. ايش هذا؟ انا جنب المرمى هجمه اسطوريه. شوف الهجمه كيف. خلاص هذه هدف الثالث. الهدف الثالث. شوف كيف الهدف الثالث. شوف هدف اسطوري. الله بعدين شته وبعدين خلاص. يلا الان الهدف الرابع. اسوي سوبر هاتريك. يا سوبر هاتريك، شجعوني سوبر هاتريك. يلا لان هنا هاتريك، ثلاثة معناتها هاتريك صح؟ ما ادري، يمكن ايوه سوبر هاتريك معناتها لازم تسجل اربعة. لا تكثر كلام. يلا ايش في؟ ايوه خلاص هدف. هاي يا اخي القائم هذا، خذ البوست روح كذا. الطيران الاسطوري دائما من زمان معايا، والله حلو اسمه الطيران الاسطوري. من يوم سموه الطيران الاسطوري اول مرة اشوف. ايش اول مرة؟ اي يوم اطير زي كذا، اطير عند الكورة كذا يعني زي كذا، اسموه الطيران الاسطوري. هذا معناته الطيران الاسطوري. يا رب اسوي سوبر هاتريك. خذ البوست. مشكلة ما سجل ولا هدف. لا خلاص هذا الهدف الرابع. مرتدة؟ لا مو مرتدة. خلاص حتى ما هي مرتدة راح ياخذ البوست. والله طلع غبي. انا عندي مخ يا ساتر. شوف يا الهي، مخ انا عندي، يعني محترف. فهمتوا؟ شوف الان بعطيك واحدة من بعيد. طيب ضيعتها، كانت هدف لانه هو جالس عند المرمى ما يروح يهاجم زي يسوي نفسه حارس زي شاف الفيديوهات حقتي قال خليني اصير ايش بو ولا بيلفت. شوف بيخرج. اهم شيء سويت سوبر هاتريك. يلا لفت. الله لفت. ويا هنا وصلنا لهذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك وسلام.